السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان أخوات، رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف ألف خير. اليوم شفت واحد المنظر اللي ما عجبنيش، كأنني مسلم مغربي كنقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. هو تدخل ديال السي الزفزافي وسط المسجد وكيدير تظاهرة، راه هادشي ماشي معقول. السي الزفزافي بديتي التظاهرة ديالك، ما هضرنا ما دوينا وقلنا ايام حقكم تطالبوا بحقكم، نتوما مغاربة ماشي مشكل، ولكن توصل بيك الدرجة انك تدخل الجامع تنوض الفوضى في الجامع، هذه ماشي معقولة سي الزفزافي. هذه ما متفقينش معاك سي الزفزافي، اي حاجة نتفقوا معاك فيها الا انك توصل الدين بيت الله. هذاك سي الزفزافي هذا خطأ درتيه، خطأ ماشي ليا انا ولا لو. خطأ الدين ديالنا، خطأ المساجد ديالنا، بيت الله هذاك راه بيت الله خصنا نحترموه، وانت ما احترمتيش اليوم السي الزفزافي، كنت منا منك تعتذر على ذاك الفعل ديالك. شكرا.